صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، صلى الله عليك وعلى أخيك الحسن المظلوم صاحب القبر المهدوم، سيدي ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يوم ألمت به الدنيا غوائلها وحكمت في قضايا الدين أوثانا، أقصد قصيا ونحت هاشما وأبت إلا الظلال وأدنت من لها دانا، وحاربت أحمد المختار خيرتها واستأصلت آله شيبا وشبانا، وأضمرت لعلي حين طلقها حقدا، وللبضعة الزهراء أضغانا، وجرعت حسنا من صابها غصصا لفت به لغوات الدهر أشجانا، وجهزت لحسين جندها وعدت علي حتى قضى بالطف ظمآنا، لم أنسى زينبا بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب ألا أن أعينها كالمعصرات إلى أن يقول هذا الشاعر يا أبا يا علي هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول علي الخيل ميدانا، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كانت
موكلا قل له وين الذي يوصل بليلة بليلة لابو يا علي الحامي دخيلة وقل له ترى زينب ذليلة يا ياب أنا حملي وقع يا هول يشيلة عظم الله لك الأجر مولاي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن بشهادة ولدك يا الإمام المجتبى الحسن المسموع ولسان حال مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه. شي يقول إمامنا بالمدينة ونت الزاكي ابو محمد يصير ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضريح بالنجف مشهد علي وبطرابة تحوف الملا وقبة حسين الأخوت تزهر بوادي كربلاء وانا قبري يجرح إحساس اللي يتأمله وليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضريح بكربلاء الزوار تلفي لك تزور وتعتمر تلفي وتشوف على صدرك طبعتين على الشمير وانا زوار الاعادي يمنعوها من تمر ليش ما عندي يا شيعة لا منار ولا ضريم ادري جسمك يا الاخو ما نال غسل ولا كفان وادري جسمك دون راسك يا ابو سكن اندفان بس انا قبري ظل شاهد على جور الزمان ليش ما عندي يا شيعة لا منار ولا ضريح ادري جسمك ظل رمية والضلوع مكسرة وزينبك عنك مشيت من غير والم يسرة ودري جسمك ظل رمية يعتفر فوق الثرى ليش ما عندي يا شيعة لا منار ولا ضريح عظم الله لك الأجر مولاي يا أمير المؤمنين بشهادة ولدك الإمام الحسن المسموم من أعظم الظلامات التي عاشها إمامنا روحي له الفداء عندما رأى مظلومية أمه الزهراء فاطمة لذلك يشو يقول الشيخ عبد الزهراء الكعبي أنا رأيت في عالم الرؤيا الحسن والحسين قال يا شيخ لما لا تقرأ مصيبتنا قلت سيدي أنا روحي فداكم أنا أقرأ في كل يوم المصيبة قالوا لا يا شيخ يا شيخ اقرأ لنا مصيبتنا لما هجم القوم على بيتنا كانت أمنا فاطمة خلف الباب رأينا العدو يعصرها بين الجدار والباب
ورأينا بان علي يقايد يقول وقفنا متحيرين لا ندري وين الروح، الروح ويا أبونا علي لو نبقى ويا أمنا الزهراء نضم جراحها نداويها. والله إن شاء في البيت ولت الذبل ونا ورا الباب والدم يجري من صدرها والقلب ذاب وشاد المحسن خر من العصر بالطراب وخد البتولة عالحسن ما هي خفية يقول ويا البتولة كان حين العبد جاء وبالصوت ألمها ولطم خدها وعماها يا زهراء يا يقول ويا البتولة كان حين العبد جاها وبالصوت ألمها ولطم خدها وعماها واسمع ونين المرض والعلة وبلاغها وشاهد الزغر حين وفدها المنية بعد شاهد مولانا إمامنا الحسن روحي له الفداء شاهد الوصي مقيود ما بين الأعادي واستمع يشتمون على منبر الهادي وجال بمحراب عليه الدمع بادي وخد البتول وشاهد دموم المرتضى فوق الوطية خلصت مصائبك مولانا يا حسن نقول لا بعد قالوا جعد اللعينة قطعت كبدة بالسموم وفارق الدنيا وما حصل من الفرح يوم مهضوم مهضوم يا وسفة وقبر اليوم مهدوم وجنازته بسهام ضربوها يبئذي نعم روحي له الفدا في مثل هذه الليلة دس إلي سما فتاكا من قبل زوجتي جعيد ابنة الأشعث ابن القيس عليها وعلى بيها لعائن الله صار إمامنا يتقيأ كبده في ذلك الطيش دخل الإمام الحسين رآه بتلك الحالة قال أخي أبا محمد من أين دهيت قال وما تصنع قال أخي أقتل قاتلا قال أخي بالله عليك لا تغرق في أمر من محجمة دما صار يبكي الحسين قال أخي حسين لا تبكي يا نور عيني عند الآن تراني وأنا على فراش الموت لكن من أثر ذاك السم أخي حسين يزدرف إليك 30,000 وكل يتقرب إلى الله بقتلك إلا صدق أنا يذبحوني ويوم ما مثل يوم
لكن قبري يتشيل وقبرك يا الحسن مهدوم. صدق نحر العدا يقطعوه ويسلم نحرك يا الحسن، وصدري بخيل يطحنوه بس ما ينطحن صدرك. قل لكن قبري يتشيد وانت ينهدم قبرك، عزيز علي يا خويا قبرك يهدموه القوم. قل يا نور العين يا المسموم قبر بكربلا شوفا، أصبح للخلق كعبة والوادم تجي الطوفة، وانت يا الحسن قبرك بس حجار مصفوفة، متساوي مع التراب ولي على المسموم. قل بيوم الأربعين الناس تقصد قبري على الناية، تبكي لشوفة القبة وتطلب للصحن نعاية، وانت يا الحسن قبرك بلا قبة ولا راية. قل أنا يا الحسن زواري شوف شلون يضيفوها، وانت خويا زوارك يشتموها ويهينوها، حتى من السلام عليك يمنعوها. بينما هو كذلك قال أخي أبا عبد الله إذا ناقضت نحبي غسلني حنطني كفني صلي علي وعرج بنعشي على قبر جدي رسول الله لكي أجدد به عهدا، واعلم يا ابن عم إن القوم يمنعون جنازتي من الدف. أخي لا تغرد في أمري ملء محجمة دما، إنما أنا صبرت حقنا للدماء، عرج بنعشي للبقيع وادفني إلى جنب أمي فاطمة. بينما هم كذلك وإذا بالحنين والأنين على الباب، قل أخويا يا أبو علي نحط طشت عني، قل أخواتك يا أبو السجاد جني، يردن يشوفني ويشبع عنا توديع مني. دخلت زينب روحي لها الفدا، حانت منها الدفاع، قالت أخي حسين مالي أرى طشتا مستورا. قال أخي زينب إن في هذا الطش كبد الحزن المسموم. لطمت وجهها وصاحت وأخاه وحسنا، تقل أنا شفت المصايب طبق والغم، وأول مصيبة مصيبة جدي الأكرم، والثانية مصيبة الأم، والثالثة أبويا الغشمشم، والرابعة المقتول بالسم، وأعظم مصيبة مصيبتك يا حسين. بعد يا زينب شو شاهدت يا ابنة علي؟ كل أنا اللي شفت نارين، لكن نار أشد من نار، نار حرقت خيمنا ونار حرقت باب الدار. أنا أم الخدر زينب وأنا اللي في جان البيان، أنا كنت محير بدنياي
وانا اللي شفت طشتين كبد الحسن واحد بي واحد بي راس حسين بينما هم كذلك بينما رأس الإمام المجتبى في حجر سيد الشهداء عرق جبينه سكن أنينه أغمض عينه أسبل يده مدد رجله يا الله يا محمد يا علي يا زهراء يا زهراء يا حسين يا حسين وفارقت روح الدنيا رحم الله من نادى وإماما أيوة حسنا صح ونادي وإماما أيوة حسنا قام إمامنا روحي له الفداء بتجهيزه غسل كفنا صلى عليه ثم نادى شباب بني هاشم أن احملوا جنازة أخيكم الحسن حملوا جنازته جاءوا به إلى قبر النبي لكي يجدد به عهده وإذا بمروان بن الحكم عليه العائن الله ومعه تلك المرأة قال الله يا رب هيجاه خير من دعيه أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن عند جده لا والله ما كان ذلك أبدا وإذا بتلك المرأة تنادي يا بني هاشم لا تدخلوا بيتي من لا أحب وأشارت إلى شعرها كأنها علامة رمز بينها وبين بني أمية حتى رموا نعش الإمام الحسن بالسهام فوقع نعش الإمام أقبل العباس روحي له الفداء رمى العمام من على راسه واضعا يده على قائم سيفه ينادي الله يا بني هاشم أترمى جنازة أخي الحسن وأنتم تنظرون أقبل الحسين مسرعان قال أخي عباس هذا ليس يومك لك يوم أعظم من هذا اليوم أي يوم من هذا اليوم يوم عاشوراء يوم كربلاء الله أكبر حملوا الجنازة وإذا بالصوت من خلف الجنازة أخي حسين مهلا مهلا شالوا الجنازة والوديع تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريد يا ضي العين ريد يا بسكين ابن عش حلو الشغامة وانشر على تابوت المشق يا هالعمامة سفروا الجفن عن وجه تشوف ايتامة تقل وداتك الله يا الحسن هالسفر لا ويعم ريد يا بسكينة بجنازة حلوة لطبايا وعرج بتابوته على مكسورة الأضلاع
وخل على الروضة وخل نجدد وداع، وقف يا اخويا الثابت قلوب النساوي، عرج على قبر البتول ابن عشب نهاية، وقبره يا اخويا لا تحفر بعيد عنها يا 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 والله يا بلكت يهون حزنها يا أولا وين ماشي. نعم حملوا نعش الإمام جاءوا به إلى البقيع، أنزلوا الإمام الحسين في ملحودة قبره، أهال التراب ثم جلس عند قبره، كتب بإصبعه الشريف هذا قبر الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما، الذي قضى نحبه مسموما مظلوما غريبا، صار يخط الأرض بأنامله ودموعه تجري بتلك الخطوط العريضة، وهو يقول أدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت سليب، بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب. غريب وأطراف البيوت تحوته، ألا كل من تحت التراب غريب، وليس حريب من أصيب بماله، ولكن من واره أخاه حريب. هذا حال الحسين عند قبره. يقولون أن الزهراء فاطمة نصبت عزاء عند قبري ولدي الحسن، روحي لها الفدا. شو تقول له روحي لها الفدا؟ يا زهراء يم قبره حضرت فاطمة جنوحا وتنعى لاطمة، وطاغ النبي وحامل حمى يبكوا على مصاب الحسن. والله الزغرة يا 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 الزغرة تنادي يا الولد يا الولد يا ابني مسموم الكبد، والله صعب اشوف انك باللحد وزادت محنتك هالمحن. اقبل بنو هاشم يسلونه يعزونه يفدونه بانفسهم. اقول سيدي ابا عبد الله اي يوم اعظم على قلبك، يوم جلست على قبر اخيك الحسن ام يوم جلست على قبر اخيك العباس؟ نعم يوم العباس اعظم على قلبك، لانه بقي وحيدا لا ناصر له ولا معين. قام يكفكف دموعه بطرف قمه وهو يقول اخي الان انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. عاد الحسين إلى المخيم، استقبلته ابنته زكينة تقل لأبوه يا عمي العباس وين؟ والله وين وين ومن زمان ما بين علينا، كنا شرب ما ونسينا وما
يا نسينا قللها يا سكن راح عباس والله راح الضيغم اللي يرفع الراس لكن إلا وعلى ما أقبلت الحوراء زينب أخي حسين أين الناصر أين المعين أين حامل اللواء أين كبش الكتيبة قال لها الحسين خي زينب عظم الله لك لأجر بأخيك العباس تقول لا أنا رايح العباس اقعد واركب كفوفه فوق الزنده واقول له يا عباس الحرم حارت بشده يا بذر الوقع يا غول يسند عباس يا اسمع زينب انت تدعو كمن لي يا حمايا اذا العدا نغروني أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر من يحميني يا الله إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تعجل بفرج مولانا وصاحبي زماننا.